القوات الجوية المصرية نسور السماء العدو كان معتقد ان احنا كقوات جوية ولا كمان عشرين سنة على ما تقوم لنا قائمة العدو كان معتبر ان احنا جثة هامدة السلام عليكم انا اللي هو طيار اركان حرب بالمعاش انور عبد الوهاب حافظ وانا اتشرف ان انا اكون معاكم بدايه من اللحظه دي وهحاول ان انا احكي لكم حياتي في كمهنتي كطيار يعني انا اتولدت في مدينه شبين الكوم سنه 48 وترعرعت فيها لحد الثانويه العامه كنت طفل شقي وبحب العب كتير ونشط جدا جدا وفضلت لحد ما خدت الثانويه العامه وتحركت من من شبين كوم اروح اقدم في كليه طيران فما ما كانش في تقديم في الوقت ده في الحقيقه ل للكليه الجويه في بثانويه عامه فمن كتر ما انا حاب ان انا اكون طيار أخوي قدم عشان ما يزعلنيش هو اوريدي كان خلص كليه التربيه الرياضيه وسنه 68 حصل بعده بشهر ونص مباشره ان اتفتح التقديم تاني للكليه الجويه و رحت قدمت ودخلت وابتديت الكشف الطبي خد 21 يوم لحد ما ربنا كرمني ونجحت الحمد لله رب العالمين هبتدي احكي لكم نشأتي نشأتي كانت عبارة عن ان انا كنت في مدينة شبين الكوم وكان لي عم عم حليوة كده وجميل شكل روك هيدسون في ذاك الوقت روك هيتسون طبعا كله كان عارفه الراجل ده اتجند في في ساعه قامت الثوره 52 انا كنت صغير في الحقيقه وبعدين حصل تاميم القناه فقامت حرب 56 عمي اتجند في 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 الجيش المصري وكان عسكري في, في في الشرطه العسكريه وكان لابس فروقية وانا اعتقدت انه طيار وهو كان بيحب الطيران جدا وبناء عليه انا قلت ان هو ده طيار وعايز اكون زيه لأنه كنت بحب عمي جدا الله يرحمه فابتدت حرب وخمسين وانا في الحقيقه كنت في اللحظه دي كنا البلد مظلمه جدا وكنت بقى في البلكونه بتاعتنا، بيتنا كان عالي في الحقيقه في البلد. فكنا بنشوف ضرب النار الله اعلم ده كان على المطار المازه او قاعده انشاص انما قدرت اقول ان ده تقريبا في قاعده انشاص الجويه بعد ما كبرت شويه يعني. بعد وخمسين ابتديت اكبر و... 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 وانا ما زلت ان انا طفل شقي بس مش شائي مش قليل ادب يعني شقي كشقاوه الاطفال العاديين يعني. ابتدى دراستي تصل الى مرحله الثانويه العامه وفي الحقيقه من الثانويه العامه ما كانش يعني ما كنتش انا من الطلبه الجيدين ما كانش مجموع كبير وده نتيجه ان انا وانا طالب كنت لعبي فما كنتش بذاكر وعرفت يعني ايه مذاكره في كليه طيران هبقى لاحقا. فاللي حصل ان قبل ما اخد الثانويه العامه حصل حرب 67 ودي في الحقيقه كانت صدمه يعني رغم ان انا كنت مش كبير في السن انما كانت صدمه بالنسبه لي ان احنا كرامتنا كشباب وكعيال بيلعبوا كوره في الشارع ان احنا اتهنى وحصل ان ان ان, إن الريس بعدها جمال عبد الناصر رحمه الله عليه انه تنحى وحصل مظاهرات عندنا في البلد في الضلمه كانوا مضلمين البلد كلها لان كانت بعد 5 يونيو. و... وقلنا له ان احنا انه يرجع من عن, ال... عن التنحي يعني وكانت صدمه غير طبيعيه بالنسبه لي ك... ك... كشاب صغير وكنت املي ان انا اكون طيار فتخيل بقى ان شاب فرحان بنفسه انه يكون طيار دخل دولته اتهزمت هزيمه نكراء في سبعة في 67 وطبعا كلكم عندكم علم بيها وبرضه هنذكر امور عنها يعني. اللي كان فيها بقى في 67 ان قواتنا الجويه كلها اتدمرت، جيشنا انسحب بلا تخطيط، اي جيش بينسحب في العالم لازم ينسحب بخطوات معينه، ودي حاجه معروفه عالميا، انما جيشنا بكل اسف تم انسحابه بدون اي نوع من التخطيط وبناء عليه معداتنا كلها اتثابت في سينا قواتنا الجويه طيارات انضربت على الارض لان احنا في الحقيقه قبل 67 وانا اسف ان انا اقول الكلام ده ما كناش بنتدرب كطيارين التدريب اللي يخلينا نقف قدام العدو كنا بنتدرب يعني واخدينها شيء من من الفهلوه ومش عايز اقول المنظره يعني و و والحقيقه بتاع الطيران ما علمته بعد ما دخلت كليه طيران موضوع مختلف تماما الطيران عباره عن قتال جوي وقسوه عاليه جدا في التدريب وتدريب يومي بالنهار وبالليل وفي كل الاجواء عشان لما نيجي نقاتل وعندنا علم كبير جدا باساليب القتال هنعرف نجابه العدو. الكلام ده عرفناه لما دخلت الكليه وانا هتكلم عن ده لاحقا ان شاء الله. في الحقيقه بعد حرب 67 كان الشباب اللي هم قدي في السن يعني احنا كنا يعني هنعتبر نفسنا كنا عيال صغيره كان كلام 17 و 18 سنه كلهم على وجه الاطلاق جالهم عمليه عاليه قوي من الاحباط. يعني حسينا ان احنا انهزمنا واحنا ما حاربناش. ده نتيجه ان كان في بعض اهالي لينا كانوا في الجيش وبعض اهالي لينا كانوا يعني حاربوا في ناس ماتت وفي ناس استشهدت في الحته دي. ففي الحقيقه اللي كان لي اخ وكنا على طول بنلعب في الشارع انا وهو اخ كبير اللي هو بقى اللي هو طيار دكتور جلال عبد الوهاب حافظ وده كان اخويا كبير في الحقيقه وزي ما قلت قبل كده الراجل ده دخل معهد كليه تربيه رياضيه وتخرج منه ومن كتر ما انا حابب ان انا اكون طيار زي ما قلت لكم قبل كده الراجل ده جه معايا عشان نقدم فاكتشف ان ان التقديم للمؤهلات بس فهو قدم الكلام ده كان في سنه 68 <applause> بعد كده بشهر ونص في الحقيقه فتح دفعه ثانيه هو دفعه 25 طيران اتفتح دفعه ثانيه في الحقيقه اه و وحصل تقديم انا قدمت فيها <applause> ودخلت في كليه طيران بعده بشهر ونص يعني هو دخل في شهر عشرة وانا دخلت في شهر 12 في الحقيقه لما 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 دخلت في كليه طيران كان الشباب اللي هو زمايلي اللي, اللي ما كانش فيه توفيق انهم يدخلوا في الطيران دخلوا كليات تانيه اللي بقى مهندس واللي بقى دكتور والحاجات دي كلها وانا في الحقيقه ربنا كرمني بان اخويا دخل معايا كليه طيران لدرجه ان انا لما دخلت كليه طيران رايح بقى يعني شاب صغير عيل كده ودخل كليه طيران مكان قمه ال 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 القوة في الأداء وفي نفس الوقت الالتزام والقسوة في التدريبات والكلام ده كله، ألاقي أخويا مستنيني وجاب دولابه كله متوضب وقام حطه مكان دولابي ودي كانت حاجة لطيفة جدا منه إن أنا المفروض أتدرب على الحاجات دي الأول هو جابها لي خايف عليا يعني لأنه كان أخويا الكبير وبيحبني جدا وأنا بحبه ومعتبره المثل الأعلى في الحقيقة وضب دولابي وضب سريري والحاجات دي كلها، دي كانت لفتة لطيفة منه يعني بس هو ما طولش معايا في الحقيقه لان دي كانت اخر دفعه تسافر روسيا من 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 القوات الجويه المصريه الطلبه اللي هو يروحوا يتدربوا في روسيا. بعد كده القوات الجويه لقت ان اللي بيجوا من روسيا مش على درجه عاليه جدا من التدريب اللي هي متوقعاه ان هو يشيل البلد بعد ما نخلص اللي هي المرحله الانتقاليه من 67 الى وقت الحرب اللي ما كانش حد يعرفه. فقررت القوات الجويه ان ان احنا نقف عند النقطه دي وتكون اخر دفعه طيران تسافر هي الدفعه 25 اول يوم دخلت كليه طيران كان في 14 12 سنه 68 في الحقيقه ده كان يوم انا بعتبره من الايام المشهوده عيل صغير في حدود يعني في اخر العلاقه الثاني من العمر رايح طبعا راهب العمليه جدا جدا واللي معايا برضو انا منه شويه عيال صغيره رايحين الكليه الجويه وبعدين وصلنا الى محطه مصر ده كانت الاوامر كده محطه مصر جه قطر خاص خدنا ودانا مدينه بلبيس وكان القطر ما حد غيرنا نزلنا في مدينه بلبيس لقينا عربيات لوري مستنيانا وخدتنا ورا زي العساكر كده ودتنا الى الكليه الجويه وكان استقبال حافل في الحقيقه كانوا في حاجه في الكليه الجويه كان اسمها الفرن الذري ايه هو الفرن الذري ان ياخدوا الطلبه بكل معداتهم اللي هي بطاطين ولبس وجزم والكلام ده كله وبعدين يقوم راح حاطينه في حته مقفوله كده اه فيها شبابيك ويبتدوا يعملوا بقى تدريبات الرياضيه اللي هي اساسا تدريبات عسكريه والناس تعرق جدا وتنهك انهاك عالي جدا وعشان كده كانوا مسميينها الفرن الزادي يعني. النقطه اللي كانت تميز ان الطيارين بيختاروا بعنايه احنا قدم معايا 21500 واحد في السنه بتاعتي. نجح منهم 380 واحد ال 380 واحد دول قسموهم اثنين لان ده عدد كبير على انه يكون دفعه طيران في كليه الطيران. ففعلا بعد الامتحان الاولاني انا طلعت رقم 26 حتى برقم دفعتي يعني ده الكلام ده امتحانات نظريه وقسمت الدفعه تقريبا 180 و 180 فبقى الدفعه 26 و 27 طارة انما هم داخلين معانا في نفس اليوم يعني بعد المرحلة دي دخلنا كلية طيران وابتدينا بقى الموضوع التدريب في حاجة اسمها الفلقة الأساسية أو فترة مستجدين المفروض في القانون الكلية أنها 45 يوم انما كان في تخريج للدفعة 23 طيران ودول ناس ابطال كلهم وحاربوا معانا يعني وفيهم واحد انا اشتغلت معاه في في, في الاستطلاع كان من ابطال الحرب وده خد نجم السين اسمه حسن محمد حسن هبقى اتكلم على الموضوع ده لاحقا يعني ده عشان كنا المفروض نخرج الدفعه دي فاتاخرنا شويه بقى 63 يوم كانت فتره قويه جدا جدا وفتره طبعا فيها التدريب الارضي وتدريب ضرب النار ورفع اللياقه البدنيه ورفع اللياقه ال 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 الطب كل حاجه في الحقيقه تمت علينا في ذاك الوقت عايز احكي على الحاجات الغريبه اللي هي ما حدش يعرفها من الشباب اللي هو كان ادي يعني في السن ده نتكلم شويه عن ميز الاكل احنا عشان يبقى يعرفونا ان احنا وحده وحده فالمطابخ شفتها بعد كده وانا ممكن اتكلم عليها المطابخ دي كان فيها اعلى مستوى من الحلل الطبيخ وكلها بالستيم يعني كنا بناكل اكل راقي جدا جدا بيتعمل لنا المفروض ان كان بيتقدم اكل يكفي السفره كانت بتبقى تقريبا عشرة كان بيتحط سرفيزات تقضي العشرة مره واثنين وثلاثه فكنا بناكل كده جه في يوم من الايام حصلت مرتين قاموا حاطين سرفيز واحد رز وما حطوش حاجه تانية خالص فطبعا اول اثنين ثلاثة خدوا الرز والظابط بيبقى فيه ظابط والقاده بتوعنا قاعدين فتم عقابنا ان احنا انطردنا كلنا من الميز لان احنا وفهمنا بعد كده بعد ما تعاقبنا ان المفروض لما يتحط لنا حاجه تقضي العشره. اتعملت فينا تاني لما جابوا لنا احنا كنا بناكل اربع وجبات في اليوم الفطار والغداء وفي حاجه اسمها الشاي زي ميعاد الشاي الانجليزي الساعه خمسة بيجي لنا جاتوهات ورز بلبن وحاجات حلوه كده مع الشاي باللبن اللي احنا بنشربه. فبرضو جابوا لنا عباره عن جيركن واحد لبن وسابوه في النص ومشوا فاول ثلاثه خدوا متعودين ده لقوا اللبن وخلص الجيركن. برضو يعني طردنا بره الميز وكلنا طلعنا بره نعمل حاجه اسمها طابور زياده و... والكلام و... ده ده علمنا في الحقيقه ازاي نكون واحده واحده عايز احكي حاجه بقى يعني للرئيس حسن مبارك وهو كان مدير الكليه الجويه في ذاك الوقت في الحقيقه الراجل ده انا بحترم له اداء كبير جدا احنا كنا بنصحى في الحقيقه كل يوم الساعه خمسة وثلث وننام الساعه 9 وثلث من ساعه ما بنصحى لحد ما بننام ما بنبطلش حركه وبنبطل طوابير وبنبطل اداء و و و وتدريبات ضرب نار و و و ونروح الميز وفي حاجه اسمها آآ آآ حصص الـ الـ النور اللي كنا بنذاكر فيها والكلام ده اللي شرحوا لي يعني ايه احصل المذاكره وعشان كده انا طلعت تاني طيران على دفعتي. الـ 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 انا عايز احكي حته على الريس حسني مبارك رحمه الله, الله عليه احنا كنا بالليل موجودين في حصص النور. و... وكنا كنا عاملين صوت شباب عيال صغيره بقى وعاملين صوت يعني يا دوبك 18 19 سنه كل واحد يعني فعاملين صوت جامد فالرئيس فالرأي... حسن مبارك اللي هو كان قائد خد... قائد الكليه الجويه في ذاك الوقت وكان هو عقيد طيار شافنا من الشباك فقام داخل المحاضره مين قام قايل لنا مين اللي عمل صوت فكله سكت طبعا طبعا كلنا عيال صغيره مش فاهمين فكلنا جبنا فقمنا سكتين. فقام جاي واحد بعد فتره دقيقتين ثلاثه كده قام قايم واقف قال لك فلان الفلان ما كان على الرئيس حسني مبارك علمنا درس انا عمري ما هنساه. فما كان على الرئيس حسني مبارك او العقيد حسني مبارك مدير الكليه الجويه انه اللي فتن على زميله اداله اقصى جزاء ممكن يديه مدير الكليه الجويه وهو 168 ساعه سجن و14 يوم حجز إشلاء وده اقصى جزء ممكن يديه مدير الكليه الجويه اللي هو بعده شويه لو خد جزئين ثلاثه كمان هيطرد من الكليه وده كله كان عشان يعلمنا ان ما حدش يفتن على زميله وانا في الحقيقه اتعلمت درس كبير قوي من الحته دي حاجه تانية برضو للرئيس حسن مبارك احنا عندنا كل حاجه مراقبه في كليه الطب ففي واحد من الطلبه كان بي يعني مش ملتزم فكان بياخد جزاءات كتير ففي حاجة عندنا اسمها طابور زيادة في, ب ب في, في وسط اليوم عندنا بنرتاح 45 دقيقة بنوضب هدومنا نلمع جزمنا الكلام ده كله فالزمايل مننا اللي قاعدين ما عندهمش جزء فبيقعدوا يلمعوا جزم وبالتالي جزم زمايلهم فاللي حصل انه بعد جواب لخطيبته وقال لها ان انا زميلي الصعيدي اللي, اللي, انا بستهبله بيلمع لي جزمي ويلمع لي الحزمه بتاعتي وانا باشا فطبعا الجوابات بتتفتح في الامن فما كان احنا فوجئنا احنا ما كناش نعرف الكلام فمره بالليل واحنا رايحين نشرب الشاي فوجئنا ان الكليه اتجمعت ولقينا رئيس سرايا الطلبه جاي ومعاه العقيد حسني مبارك مدير الكليه الجوية وقام قاري الجواب ان فلان الفلاني بيقول لي فخطبته واحد اثنين ثلاثه اربعه وقرر مدير الكليه رفض الطالب فلان الفلاني ده عشان يبين لك قد ايه اللي مش هيحترم زميله وياخده في حضنه ويبقوا الاثنين واحده لان احنا صغيرين في السن احنا عيال اذا ما خدوش في حضنه وبقوا وحده واحده الدنيا هتبوظ فدي كانت حاجه من الحاجات الدرس القوي جدا اللي اتعلمته تانية في الكليه الجويه في الحقيقة احنا احنا طبعا واحنا هقول برضه يعني ما هو لازم الانسان يبقى فاهم هو كان ايه في الزمن ده، احنا كنا شوية عيال صغيرة دخلوا كلية طيران ابتدوا يلتزموا بعض حاجات كنا بنشوف ايه بقى؟ كنا بنقرا في الجرايد وبنسمع في الراديو لما لما بيفتحوا لنا الراديو ان كان بيحصل غارات من القوات الجوية المصرية على اسرائيل، العمق الاسرائيلي فبالتالي كان بيحصل برضو بتضرب صفرات الانذار عندنا لان كان في توتر انا كنت في قاعده بلبس الجويه كان معانا الطياره الصخور سبعه ودي كانت طياره من الطيارات القاذفه المقاتله عندنا ودي كانت طياره انا كنت احب قوي كنت شكلها وهي عامله اقلاع من صوت الافتر بيرنر وهو صوت قوي جدا جدا وصوت رعد يعني دي دي كانت فتره توتر عالي جدا وكنا بنسمع عن عن ناس بتتوفى ومنهم واحد في الحقيقه كان جاري في شبين الكوم ده كان سابقني بحوالي اربع دفع كان دفعه 21 طيران اسمه اشرف مقلد في كليه طيران في الحقيقه انا ابتدينا نطير ابتدينا نطير بطياره الجمهوريه وانا ابتديت طيراني مع كابتن نجم النجومي الله يرحمه واول طلعة ليا كانت اسمها طلعه الفسحه هي اسمها كده حتى في البرنامج يعني المدرس بياخدني يفسحني فعلا بيفسحني يعني هو عشان المطار الامبابه جنب النيل فوراني قال لي ده النيل وخدني وداني الاهرامات وطبعا كنت منبهر جدا بالكلام ده وانا كنت عيل صغير طبعا وكنت منبهر بالكلام ده وفي اليوم ده لما هو ابتدى نبتدي نعمل ديسند نسد دي يعني نزول ابتدى يعمل ديسند بالطياره حسيت ان قلبي بيتاخد مني زي ما اسانسير ينزل بواحد كده وهو قلبي يتاخد فما بالك بقى طياره يعني ده بعد ده كان في الاول بعد كده جسمنا نحس على الكلام ده لان احنا ابتدينا نطير مقاتلات بقى وطيران تدريب عنيف جدا فيعني يعني اللفظ ده لفظ فعلا يعني خدنا في الموضوع ده الى ان وصلنا لمرحله ان احنا دخلنا بعد طيران الجمهوريه وانا في الحقيقه كان كل اللي بيطلبه مني مدرسي بعمله انا ما كنتش عارف ان انا طالب لا هو كان كان صامت جدا عمري ما قال لي انت كويس اكتشفت بعد كده ان انا طالب كويس قوي. ليه بقى؟ انا كنا كنا بنطلع بعد ما بنعمل يعني انا عايز اشرح حاجه معينه ان 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 الطالب الاول بيبقى بي 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 طيران ومراحل. الاول بيتعلم الطيران اقلاع وهبوط والالعاب الجويه والحاجات دي كلها، ده الطالب المبتدئ لازم يجيد الحاجات دي الاول، لانه لو ما اجدهاش مش هيكمل في الكليه الجويه، لازم يجدها وبكفاءه. ده دي اللي هم الناس بتنبهر بيها ده دي الاساسيات بتاعه الطيران بعد كده بيبتدي يخش في حاجه اسمها التدريب على القتال الجوي دي مراحل متقدمه من التدريب وده يعني هبقى اتكلم عنه لاحقا وانا مدرس في الكليه الجويه ف في الحقيقه لما 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 ابتديت اخش في الـ في الـ في الامتحانات اكتشفت ان انا في حاجه اسمها فيرس سولو فيرست سولو يعني ايه يعني انك انت تطلع بالطياره لوحدك كان بيبقى معايا مدرسي لحد ما مرحلة معينة بيدربني إقلاع وهبوط والكلام ده كله بعدها بيقول لي إيه بروح أمتحن وكان اللي امتحنني ربنا يديله الصحة اللي هو أحمد عبد اللطيف وأنا هقول أسماء في الحقيقة لأن أنا بفتخر بالناس دي كلها وكان قائد المجموعة التشكيل كان واحد كان لواء اسمه فخر الجهرامي ونبيل أيوب وعلاء رحمي الناس دي كانت ناس عظيمة في الحقيقة في, في الكلية الجوية وما زالت أسمائهم بترن حتى هذه اللحظة فاللي حصل ان قال لي انت كويس انور يلا نروح فاخدت الطياره وكان اول مره في حياتي ابص على كرسي المدرس مش لاقيه يعني مش قاعد جنبي والعصايه بتتحرك لوحدها وهو مش قاعد يعني فاللي حصل ان انا عملت اقلاع والحمد لله عدى اليوم ده بعدها بيوم بنتمرن اقلاع وهبوط فكان قائد سرب اسمه نبيل عباس الله يرحمه ده كان قاعد على اول ممر لان الطياره ما كانش فيها لسلك فقعد بيتفرج على الطيارين وهم بيعملوا اقلاع فكنت ربنا موفقني ان انا عملت في, في, اليوم ده الاقلاع والهبوط بجوده عاليه جدا فزي ما بيقولوا كده الشباب حرير يعني فلقيته بعد ما خلص هاتولي الواد ده فرحت له بعد ما نزلت من الطياره وعظمت له طبعا بصلي بس وقال لي انت اسمك ايه؟ قلت له كذا كذا قال لي امشي. ما علقش لا قال لي لا كويس ولا وحش انا بقى... انا ما عارف انا رايح ليه. بس الكلام ده عرفته بعد كده يعني. بعد كده انتقلنا بقى من من مرحله الطيران الاساسي الى الطيران التدريب على القتال الجوي. انتقلت من طيران الجمهوريه الى ال 29 وهي طياره تشيكي كانت بمقاعدين برضو وطياره جميله جدا جدا في الحقيقه، كانت موجوده ومتمركزه في قاعده المنيا الجويه وقاعده مطروحه الجويه. ابتدينا طيراننا في قاعده المنيا الجويه. ودي كانت فتره بالنسبه لنا فتره جميله يعني. بعد مرحله دي بيبقى المرحله الاولانيه اللي هو تعلم الطيران فيها برضو والالعاب الجويه ولازم اجيد كل انواع الطيران على الطياره دي قبل ما ننتقل للقتال الجوي عليها. فخلصنا ده في المنيا وبعدين جات لنا الاوامر ان احنا ننتقل الى مرسى مطروح ابتدينا نخش في القتال الجوي مدرسينا ابتدوا يعملوا معانا ازاي يطير تشكيل يعني ايه تشكيل يعني طياره وحتى بيسموها شكل الفينجر فور شكل الصوابع الاربعه كده ان انا اطير طياره والتاني يطير جنبي يعني انا انا كنت ببقى نمره اثنين ودي بيبقى لها تدريب معين من المدرسين وبيعرفونا ازاي بنتدرب عليها وفي الحقيقه ابتدينا نجيد هذا وبعدها ابتدينا نخش في القتال الجوي القتال الجوي دايما بيبقى مش طائرة لوحدها لازم تكون مجموعه من الطيارات بيبقى التشكيلات بتبتدي من رف لو سيكشن يعني طيارتين ففينجر فور فمجموعه من الفينجر فورس بتبقى تشكيلات وبتغطي اجزاء معينه من السماء لما انتقل في الحقيقه من من طيران الجمهوريه وهو الطيران الاساسي الى طيران على ال كان في الحقيقه نقله جباره لدرجه ان ان مدرسي يعني ربنا يديله الصحه والعافيه يعني كان قاسي عليا جدا ولدرجه ان انا رجعت من قسوه طيرانه عليا كان المفروض هو ياخدني بحنيه شويه ودي في اليوم ده هو هو كانت دي المره الوحيده يعني اللي حصلت لي الموضوع ده كانت طلعه عنيفه جدا جدا عليا وهو كان سبب ان انا كان عندي دور برد وايام الكليه كنا بخاف اخاف ان انا اقول عندي دور برد احسن مدرسي أفكر ان انا يعني مش عايز اطير والحاجات دي كلها. فطرت معاه وانا تعبان وهو كان يعني كان عارف ان انا طيار كويس فابتدى يشتغل بالماكسيما المفروض ان وده هحكي لكم بعدين عليه ان انا اتدرج في التدريب. وعشان كده هم عاملين برنامج، البرنامج مثلا ممكن يكون 150 ساعة، ال 150 ساعة دي بيحصل فيه تدرج. إنما هو الراجل ده راجل من الناس المدرسين العظماء في القوات الجوية، بس هو ما كانش عارف إن أنا تعبان قوي اللي هو كان سببه إن أنا تعبت في اليوم ده يعني. فأنا كنت منبهر بالطيارة دي و... و... وأنا كنت نفسي أطير جت اللي هو أبقى أطير زي ال 21 وأطير طيارات المقاتلة اللي هي حارب بيها. و... وكل ده وانا املي ان انا في يوم من الايام هبقى الواد الطيار العفريت اللي هو بيطلع بالطياره الاسرع اللي... اللي من الصوت دي عشان يدافع عن مصر ويرد الهزيمه اللي حصلت لي انا زي ما كنت بنزل مع الشباب الصغيرين الاولاد اللي في السن ايه هتعمل ايه اناور احنا بس مستني بس ما نتخرج وان شاء الله نروح للطيارات المقاتله وهناخد حق البلد فكانوا هم مستنيني انا واخويا ان احنا ن... نتخرج وناخد حق بلدنا بايدينا لانهم كانوا فرحانين جدا بينا يعني وفي الحقيقه بعد ما مات الله يرحمه الطيار اللي, اللي هو انا قلت لكم عليه اللي مات في السخوي كان تقريبا تقريبا في بلدنا كلها ما كانش فاضل غير اتنين طيارين اللي هو انا واخويا كان في موقف انا هحكيه يعني هو المفروض قدام شويه انما انا هحكيه لابويا الله يرحمه كان موقف لطيف يعني اه هو ما شفناش طيارين ولا مرة يعني شافني ملازم وأنا متخرج كده فقال لي انتو باين عليكم عساكر على مطافي وأنتوا و... لا طايرين ولا حاجة بتضحكوا علي فهم عاملين إيه؟ متفق أنا وأخويا إن إحنا نلبس ميري وفي يوم أجازة لينا نقوم مسافرين على البلد وسافرنا فعلا على البلد وإحنا لابسين ميري وبفرويات رحنا لأبويا أبويا كان عنده مصانع بلاط والكلام ده كان بيقعد في مكتب معين له سالنا على ابويا ما لقيناهوش فين هو عند واحد صديقه كده في الناحيه الثانيه من البلد رحنا له ومشينا على رجلينا لحد هناك ابويا شافنا حصل له يعني انبهار المنظر هو طبعا خدنا ورجع بينا البلد يعني من من مكان مكان قاعد لحد البيت ماشي طبعا البلد كلها اتفرجت علينا احنا كده كنا طبعا شباب صغير بقى عايز يفرح ابوه ويذهب نفسه قدام ابوه فخدنا على امي عملته فينا فينا وفيه انت ما انتش خايف على اولادك انت 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 خايف ولادك يحصل لهم حاجه امي بهدلتنا كلنا في الحقيقه الله يرحمك كانت ست طيبه قوي الله يرحمها دي كانت من الحاجات اللطيفه اللي حصلت لنا يعني في, في،, في حته الطيران هرجع تاني للكليه الجويه لما ابتدينا نعمل الـ الـ القتال الجوي ابتدينا نخش في 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 ضرب النار وابتدينا نخش في المراحل الاخيره من اعدادنا ان احنا نكون طيارين مقاتلات واحنا شباب وعندنا همة الشباب والعفويه بتاعته فكان كل حاجه تطلب مننا بنتبارى ان احنا نعملها ده انا بتكلم على مجموعه الطيارين الصغيرين اللي هم قد في السن بنتبارى ان احنا نؤديها وننجح في عملها فلحد ما وصلنا لضرب النار وضرب الصواريخ بقى اللي هو ايرتو جراوند والكلام ده كله والقتال الجوي طياره بتهاجم طياره تانية أجدنا جدا الموضوع ده يعني وانا شخصيا عشان الحمد لله ربنا كان كان واهبني الموضوع ده فكنت من الطيارين الاكفاء في الناحيه دي قوي كده قربنا بقى من, من 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 مرحله التخرج احنا في الحقيقه فقدنا اثنين من زمايلنا قبل حفل التخرج بيومين في الحقيقه في 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 التبه تبه يعني المكان اللي بينضرب فيه نار وهم في التبه خبطوا ببعض في الحقيقه والاثنين استشهدوا ودي كانت حاجه قاسيه جدا بالنسبه لنا واحنا عيال بقى حاجه قاسيه جدا انك انت تفقد اثنين ماتوا عملت لنا صدمه كبيره جدا جدا مدرسينا جمعونا وقعدوا يعملوا لنا علاج نفسي يمكن يومين لان كان التخرج خلاص واتخذ معاده واحنا اللي خرجنا كان الرئيس أنور السادات الله يرحمه وجه معاه الرئيس قذافي الله يرحمه وكان وزير الحربية في ذاك الوقت كان اسمه وزير الدفاع اسمه وزير الحربية كان محمد فوزي جم في قاعدة مرسى مطروح الجوية وخرجونا أمنيا عشان نبقى بين القاهرة وكان ممنوع تجمعات والحاجات اللي كل الناس عارفاها في الوقت ده من الس... بعد كده اه اه اتخرجنا كان قبل التخرج دي حاجة بقى حتة مدرسينا اه اه مبسوطين منه بيحصل تصنيف للطيارين لدرجات الطيارين اللي هيطيروا مقاتلات دي فئة الطيارين اللي هيطيروا قاذفات دي فئة تانية المقاتلات الأول مقاتلات ومقاتلات قاذفة وبعدين القاذفات لوحدها اللي كان عندنا في الوقت ده القاذفات الأول مقاتلات كانت ميج وعشرين وسخوي وبعدين كانت قاذفات تيو 16 اليوشن 28 ودي كانت القاذفات المتاحة في ذاك الوقت وبعدين بعد كده المواصلات فالهليكوبتر كانت دي الفئات وده بيصنفوها على حسب اداء الطيارين في تدريباتهم ومدى نجاح كل واحد في البرنامج الطويل بتاعنا اللي كان على الجمهوريه وعلى ال 29 فكنت انا من مميزين لدرجه كنت تاني دفعتي ودي حاجه تشرفني يعني اتخرجنا في الحقيقه وكنا مصنفين انا من احد المصنفين ان انا اكون مع طيارين مقاتلات ومقاتلات القصف تم توزيعنا الى مطار قاعده دراوي الجويه دي قريبه من اسوان على بعد 25 كيلو من اسوان وفعلا جات لنا اوامر ان احنا ركبنا القطر كان في ساعتها لو تعرفوا المجري كان دي حاجه كبيره جدا في الوقت ده ركبنا المجري 15 ساعه ووصلنا هناك خدنا اتوبيس وودانا القاعده وابتدينا بقى ناخد فرق اللي هو حاجة اسمها جراوند سكول بتاعت الطيارة ميك 17 و 15 لان دول طيارتين واحدة ديول واحدة سولو ديول يعني ايه اللي هي الطيارة اللي بيبقى فيها كرسيين المدرس والطالب و... قاعد قدام والطيارة السولو اللي هي بقى لوحده دي الميك 17 وفعلا ابتدينا نطير انا في الحقيقة مش متذكر عشان السن اسمه مدرسي بس كراجل عظيم برضو آه 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 الحمد لله اني كنت آه من الناس الناجحه في الحته دي فخلصت بسرعه وصولت وابتديت اطلع اعمل التدريبات بتاعتي. وفي الحقيقه جالنا جواب بعد 15 يوم لشهر في دراو وجالنا جواب لست اشخاص وطلب فورا نزول الى قياده القوات الجويه للاهميه وده اللي هنعرفه الحلقه الجايه.